ثلاثة أربعة خمسة حسب المهمة اللي يقوم بها. أولا من النقاط اللي تجلب الانتباه أنه الصحفي الفرنسي جيل جاكي اللي تقتل بقذيفة هاون أطلقتها المعارضة حسب ما قلت. مثلا نقطة 74 قلت برشا ظلم وقهر يعني من السوريين في بعض المدن، ولكن هناك اقتناع لديهم انهم يحبوا يحلوا الازمه السوريه بصوره سلميه وفي الاطار العربي، ما تمشيش تدول الحكايه اكثر من هكا. النقطه 78 قلت معناتها اصبحت مصداقيه البعثه مثار شك لبعض المشاهدين الذين يشاهدون القنوات التلفزيونيه اللي تعمل تقنيه اعلاميه لتغيير الحقائق، وهي مساله يصعب التخلص منها الا بتوفير دعم سياسي للجنه. حسيت انه تلفز ولا تخدم ضد اللجنه. ستادير شفنا فيديو دور على الفيسبوك الجمعه هذه نتاع عباد موتة وريوسهم قسمة، ومن بعد فجأة قال لهم يلا قوموا، قاموا ولاو يضحكوا. اونديري كاني تمثيلية تعديت حتى فرانس 24، كانوا تمثيلية نتاع عباد شاقين ريوسهم وكذا. معناتها التلفزيات هي الجزيرة العربية وفرانس 24. هل حسيتوا انه التلفز هذم قاعدين يخدموا ضدكم ويشوهوا لكم في سمعتكم ويغيروا في الحقائق؟ نوضح نقطة، ان من بداية عمل اللجنة قبل ما نبدو في العمل كما يقول يعني فتاح يا رزاق، قطر بدات تهاجم في اللجنه هذه وتشكك في المصداقيه بتاعها. بالنسبه لوسائل الاعلام اللي اكدنا ان فما هجمه اعلاميه، ان دول الخليج وفيه يعني كانت في انحياز، لم تكن طرف من اطراف الحل بقدر ما كانت طرف من اطراف النزاع. ناتج هذا على ان فما ملف اخر على الخط يمشي في نفس الوقت وبارالمون، وهو الملف الايراني. نعرف ان الخليجيين في صراع مع ايران، وانهم التصريحات بتاعهم منذ البدايه يعني قبل ما تبدا اللجنه، فما مسؤولين خليجيين بكل اسف وبكل مراره يطالبوا بضروره تحويل الملف لمجلس الامن وبضروره تدويل المشكله. يعني لما الدول تدخل في هذا فما زوز قنوات تختص، فتصبح الكل في حاله من حالات الشك والريب. العربيه والجزيره، من العربية والجزيرة موجودة لأنها في مرحلة ما فقدت شوية من الموضوعية وكانت تتبع الخط السياسي بتاع الدولة. هل صار تدليس لأحداث مثلا المجزرة اللي خلت تونس تاخذ قرار طرد السفير؟ هل أنت تعتقد أنها مجزرة حقيقية ولا فيها مبالغة؟ ما تقوليش مانيش موجودة. لا 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 مش هذه، لأن أول مدينة زرناها أي في دمشق هي حمص، لأنها من أكثر المدن اشتعال ودرع ادلى بالنسبه لحمص. لما مشيت اللجنه وكان فريق مع 10 خبراء معتاد مضمن هذا حتى في التقرير، وجدنا المدينه في حاله تشبه الاشباح وفي صراع مسلح فعلا بين مجموعات وفي اطلاق نار. ونحن عندنا شكون سلحهم المجموعات؟ يعلم الله باش ما ندخلوش. لا ما ندخلوش في التهديدات. وبعد فما لجنه مشيت. لا لجنه ما وصلتش الى الحاله ان وصلت باش تعمل تقرير مفصل باش تقول شكين هي الدول، وهذه من المصاعب اللي حطيناها في التقرير. فما لجنه حبيتوا تعرفوا وقفوا قدامكم؟ هل لا احنا طلبنا لما قدمنا التقرير الاولي، العمل لكل هذا تم في 25 يوم، يعني الفتره قصيره. فيه الحقيقه الاخرى الغايب، لان في حاله بكل اسف بكل مراره حاله انقسام طائفي، فيه أحياء شيعية علوية وفيه أحياء سنية، وفي عملية اختطاف تمت ما بين أسر شيعية وأسر علوية، واللجنة أشرفت على عملية تبادل للأسرى الأسر، أشرفت على عملية تبادل الجثث. يعني شوف يعني حتى الجثة أصبح يخليها عنده باش يساوم بها. أشرفت على عملية إخلاء بعض مدرعات الجيش التي كانت محاصرة في بمعنى تتوقع يعني إضافة أن الناس ما كانش تخرج حتى باش تشتري يعني المواد بتاعها يوميا، ما كانش تخرج. وجود اللجنة خلق حالة، بداية حالة من حالات الهدوء والطمأنينة، ونحطهم دائما بالظفرين لأن فعلا كان الوضع مخيف، باش الناس في وين باش تخرج وتقضي وتمشي كمل لي نحب نعرف خاطر يعني الصورة مثلا في الليل نحن أعطونا كل واحد هاتف جوال بورتابل، وفي الليل نبقوا باتصال مع بعضنا مع زملاء اللي تعرفنا معاهم يحكي لك نحن هو قاعد بين السرير واللي يسمع في نحن نقولوا احنا في الكرتوش يخيط يعني وبازره والبورتابل فيه كو من تحت التصنت سوريا عاد خبر لا هكا ما اختلفناش يعني هكا اعطونا كل واحد بورتابل هذاك طبيعي انا نكلم في تونس يقول لي الرقم بتاعك 52 نقول له لا راهو الارقام ب 10 مش بزوز والله كل شيء حاضر به. معناتها انت تتوقع انه صارت المجزره في حمص ليله مش كما قال المناعي معناتها سوريا مستحيل تعمل، اما شكون قام بالمجزره ما تعرفش؟ لا 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 ما نعرفش يعني نعرف طبيعه النظام السوري ونعرف طبيعه الجماعات المسلحه. هذا لازم ننبه عليها لان يوميا نسمع في التلفزيون في الدول الخليجيه واحد اسمه العرعوري
معروف شخصية معروفة ويصدر في الفتاوى اليومية، ومنها قبل يومين مرة أصدر فتوى بإباحة دم الخبراء العرب. يعني الخطاب المتطرف عطلتي في سوريا هو أباح دمك. يعني بعدين كملوها لهنا في تونس. معتل يقتلك يدخل الجنة وقتها حسب العروري. حسب العروري يدخل الجنة.